ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم خوتي الرياض في فيديو جديد وفائدة جديدة كما هذا. اليوم إن شاء الله الإخوان غنشرح لكم الفرق اللي كاين ما بين صيد التراب وصيد الباب، لأنه أحد الأصدقاء سولني عطاني سؤال ما عرفش أشنا هو التراب، وشخص آخر في نفس الوقت تقريبا أعطاني نشرح ليه الصيد ديال الباب. يعني هذه مصطلحات بحرية معروفة بين الرياس، ولكن من المستحب نعطيوها ونوريو للناس الفرق ما بينتهم، بالرغم من أنه كاع الأسماء اللي كتسمعوا الإخوان راه أشياء بسيطة جدا. يعني ما تغرقكمش الأسماء وتسمعوا التلباب أو التراب أو هذه الأشياء وتقولوا بأنه صيد مختلف، بالعكس راه تقريبا من أقدم الطرق. دائما هذه الأسماء الإخوان راه كتعرفوهم بأنهم طرق قديمة يعني تستخدم منذ القدم. وما كيخفاش عليكم الاخوان انه باش ما نطولش عليكم، الصيد ديال التراب راه شرحته في فيديوهات كثيره، ولكن ما فيها باس نعطيكم التعريف ديالو باختصار على صيد التراب الاخوان، اللي هو كان خصو بالذكر الصيد ديال الرصاص يكون خفيف يعني تقريبا 5 غرام، هذا هو الصيد ديال التراب. والطريقه القديمه اللي كانت كدار بها الاخوان راه ما كانوش كيخدموا كاع بالمولين يعني بالماكينه، ما كانوش كيخدموا بها، كيخدموا فقط غير بالجرارة. يعني التراب راه كنعرفوه راه كيطبقوه في البيلوطة وفي القصبة العادية. أنا كان خص بالذكر الآن القصبة العادية، يعني كنخدموا برصاص ديال 5 غرام، والسبيب ديالنا كنخرجوه غير باليد. يعني إلا كانت تا ماكينة صغيرة راه ماشي مشكل، لأنه ما كانوش في القدام ما كانوش كيخدموا بالماكينة، كيخدموا غير بالجرارة، يعني كيجبدوا الخيط من القصبة مباشرة. يعني كتكون القصبة مثلا 5 متر، نشرح لكم، هذه قصبة وهذا الخيط، قصبة 5 متر، هذا الخيط هنا كتكون فيه 5 متر في الطول ديالو، وهنا الجرارة وهذا الخيط. هنا في هذه المنطقة بالضبط الإخوان كيحاولوا كيجروا السبيب الخيط بيديهم، كيخرجوه باش كيخرج تقريبا 1 2 ولا 3 الأمتار، 3 الأمتار إضافية، واخا تكون حتى في الأرض. وملي كيحاولوا وكيلعبوا بالخيط هذا كيديوه وكيجيبوه حتى كيكتسب واحد القوة عاد كيصيفطو، هذاك هو التراب الإخوان بالضبط. يعني حتى كتخرج هاد 3 الأمتار المتبقية حتى هي كتكون في الماء. بهذه الطريقة كنكونوا ربحنا مسافة وبدون الاستعانة بالماكينة. هذه الطريقة الإخوان راه كتسمى هي التراب الحقيقي، يعني كنسربو الطعم، يعني غير كنحطوه وغالبا كنخدمو رصاص خفيف. علاش؟ باش كتبقى تلعب بالأودية وبين السواقي اللي بالأحجار. بهذه الطريقة كيكون مناسب جدا للصيد، خصوصا على أسماك أبلغ والقاروص والشرغو، هادو هما الطرق المناسبة جدا. يعني الآن كنظن راه التقنية ديال التراب واضحة الإخوان، التعريف ديالها واضح. نمشيو للتلباب الإخوان، لأنه حتى هذا المصطلح راه قليل ونادر فاش كيذكرو شي واحد، يعني أنا نعطيه لكم الإخوان مزيان اللي اكتسبتيها راه مزيانة. التقنية ديال التلباب الإخوان كتعتمد على نفس الطريقة تقريبا، يعني الخيط والقصبة. يعني التلباب غالبا أنا كنربطو دائما مع خيط وقصبة، يعني كنخدمو به كتير، هذا بالضبط كنخدم به في التقنية ديال البيلوطة فاش كنخدم به بشكل كبير. يعني التلباب هو كناخد قصبة مثلا ديال 5 الأمتار، نهضرو نفس القضية، 5 الأمتار وخيط 5 الأمتار. الفرق ديال التلباب والتراب أنه هاد الخيط اللي كنسحبو هنا ما كنسحبوش في التلباب، التلباب كنخليو القصبة ديالنا دائم مباشرة، والرصاص كيكون دائما أقل من 5 غرام تقريبا، راه كتشبه بشكل كبير الطريقة ديال البيلوطة. والتلباب كناخدو الطعم ديالنا، كناخدو معانا الصك ديالنا، كنهزوه وكنبقاو غاديين كنقلبو في الحفاري مثلا على طول المناطق الصخرية، كنقلبو في هاد الحفرة كنشوفو ضرب علينا شي حاجة، ما ضرباتش كنوضو كنحولو مباشرة، كنبقاو واقفين وغاديين، يقدر نمشيو 2 كيلومتر بدون شعور الإخوان، كنبقاو غاديين حفرة لحفرة، حفرة كتدينا الحفرة. وبعض الأحيان كناخدو طريفات ديال السردين، يعني كنبداو نرشو وكنصبرو، ما كان والو، كنتحول لحفرة أخرى وغاديين وغاديين، وكنرجعو في نفس الطريق ديالنا. فاش كنرجعو لبلاصتنا كنرجعو عاوتاني كنقلبو، لأنه كنا ديجا لحنا بعض الطعوم بعض الرشان، كنرجعو إلا كانت شي فعالية راه كتعاود تبان ديك الساعة إن شاء الله. إذا هذا هو الطريقة ديال التباب، راه بسيطة جدا،
حتى هي نفس الاساس ديال التراب. داكشي علاش دائما كتكون علاقه ما بين صيد التراب والتلباب. يعني التراب الان واضحه الاخوان، كتجبدوا الخيط، التلباب كيكون الخيط مباشر يعني، والتلباب كنقلبوا من حفره لحفره يعني كنتنقلوا، ما كنبقوش في بلاصه واحده. التلباب غالبا كنستعملوه ملي كيكون في التراب ما ضربش علينا الحوت، يعني كان لحو ما كاينش الحوت، يعني كيخصنا نتحولوا. وباش نتحولوا كنهزوا الطعم ديالنا، كنقدوا الخيط ديالنا، وكنمشيو كنستهدفوا دائما الحفار المظلمه. وهذا الشيء بالطبع راه كيكون دائما في البحر الهادي، يعني ملي كيكون الجو طايح يعني ما كاينش الموج، هذه الطريقه كتكون مناسبه جدا الاخوان. كنظن الان الاخوان راه باين وواضح. كنتمنى اللي ما فهمش شي حاجه يسولنا في لي كومونتير ونعطيو حنا الاجوبه ان شاء الله. اللي عرفناها راه كنعطيوها لكم بدون اي شح. وبالنسبه للاخوه اللي كيطلبوا مثلا ندير لهم فيديو في البحر ولا هذا، راه الوقت راه ما كيسمحش الاخوان، يعني الظروف العمل وهذا، راه كنصيدوا غالبا حنا بالليل، يعني الوقت المناسب اللي كيكون مناسب لينا راه ما كنلقاوش فيه الوقت بنهار اللي نمشيو للمصايد. وفي نفس الوقت الطريقه راه مناسبه جدا وكتعطي شرح وافي وشافي ان شاء الله. هذا الشيء اللي كان الاخوان، كنتمنى تدعمونا وشكرا لكم على المتابعه. بارك الله فيكم.